اليوم جيناكم زيارة لصفاقس بعض الحرفاء، إن شاء الله نخلطوا ونكملوا للناس وإن شاء الله ما يتغشرش علينا الناس اللي ما خلطناش عليهم. هذا جامع اللخمي في صفاقس، مرحبا بكم في صفاقس. كما قلنا جينا هنا لصفاقس باش نزوروا بعض الرؤساء والخيام. يمكن أول مرة نصوروا لافياج نتاع الكهرباء، الو درغام ريباراسيون شوديير شوفكو سولير اي كليماتيزاسيون، رقم التليفون 22 63 15 50 70 20 31. مرحبا بكم. توا لو كنا تفسرنا معناها شنو هي العطب اللي موجود في الشوديير هذه توا؟ السخان كان شغال كويس، فجأة المؤشر بتاع الضغط يزيد يوصل لثلاثة ويحصل تسريب من الخرطوم الأول اللي هو الخارج بتاع الضغط. واضح. فكل شوية أحاول أقلل المية شوية، الدايرة بتاعة المية سواء من الدفاية نفسها أو من المخرج من هنا، يرجع على الواحد وبعدين يرجع يزيد تاني. فالاختراع البلدي زي ما بنقول بالمصري اللي احنا عملناه، ان احنا حطينا الخرطوم في الخارج وهويته شويه بحيث ان هو ينزل الضغط. بس طبعا انا مستحرم المياه اللي سايبه على طول. لكن في الوضعيه هذه هو انت عملت حاجه اللي شيء معناها باش لحمايه الميه الاكثر ولا اقل على السخان، السخان ما يبقاش الضغط فيه زياده أكيد. وفي نفس الوقت الميه تنزل على طول على المخرج بحيث مش هذا العطب معناها مش هذا مش ده الصح. مجرد أكيد. ما نقفل لو قفلنا المكان الخرطوم ده يرجع الضغط على طول، يعني ما تكملش ربع ساعه ترجع الضغط ترجع على ثلاثه مرات. طيب اول حاجه باش نعملوها بنشوفوا نحلوا الكاش نشوفوا البوم. وقال لك تخدم دوب ما تخدم مي مي شفتوا شفت مية جديد بعد انت عايز مية تشرب هو يحل الشرديير والماء يخرج. يلك ما يهبط من هنا بعد يولي بعدين يهبط من هنا. الورا دي يعتبر يعني حركه انا عملتها عشان اقلل الضغط، انما في شويه لما بيزيد تلاقيها تطلع تطلع كان في اي ابن انت مدينا داخل السوق. شنو هي العطب؟ فهم الراجل شنو هي العطب؟ وناحي ديك من كده ناحي ديك من كده هو يقول لي شنو هو ثاني لا انت قول لي بالتونسي وانا اترجم بالمصري. هي راح ثم شومبرير مفشوش يعني فاز في عجله فطوش شومبر احنا سمع عرفناها في مصر شومبر اللي هو زي العجله الداخليه الاطار الداخلي صحيح اطار داخلاني بالظبط في اطار داخلاني مفشوش فاضي فاضي محتاجين ننفخه محتاجين احنا ننفخه كتير وصلوا راح وصلوا لكيلو تمام كيلو كيلو بطاطا كيلو طماطم كيلو بيت وين محطوط ولا ما ركبتوش معبير ما راح ننفخوا يبقى مش هي ما راح ننفخوا يتكلم مصري ما راح ما في مشكله في الفاز سلامات. طيب الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين. احنا نمشي وراهم نمشي وراهم واحده واحده لغايه لما نعرف العطل فين. نحن كطبيب دواء 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 ثم عمليه. انا جربت الاول بالمعلومات اللي موجوده على القناه في الحاجات البسيطه زي ما قلت لك السباله نفسها الحاجات دي يا
انما التكنولوجي بقى بتاعتكم انتوا كذا. انت كطبيب ليش معنا... ليش تمثل الاستوديو بالطبيب؟ ماذا يفعل؟ معناها يعطيك الدواء ثم الدواء ثم الدواء ثم العمليه. الاصل في الاشياء، الاصل في الاشياء الطبيب يقعد يقوم بعمليه تاع تسرب الماء هذايا. معناها يكون في، ما نقولوا احنا بلغتنا التونسيه، في صفيصه والا بعد مده. بالضبط من 4 دراج لنص ساعه. معناها بعد 4 دراج نص ساعه تطلع كل القوية ذيك، ترجع على ثلاثة وينزل التسريب. ينزل من الوحدة ذيك؟ من الأول. ودرجة الحرارة فاش حاطه؟ على في 160 والدفاية 82 زي ما عادي. ما فيهاش مشكلة. واضح. يا معلم نصور. حنصور هكا. سكوت حنصور فيلم اللي أحمد زكي. لا مش أحمد زكي، الممثل أحمد زكي، أما المخرج يوسف شاهين. سكوت حنصور. به توا كما شفتوا جينا للعطبة هذا من قبل أخونا، قال اللي الماء يزيد معنا بشكل دوري بشكل. أول حاجة مشينا لها، إحنا مشينا للروبيني درونكليتاج، قلنا يحتمل الروبيني درونكليتاج. عملنا المراحل اللي لازمنا نعملوهم بما فيهم بدلنا معناها روبيني جونك للتجاريه، فهمتني، بدلناها الا انه العطب بقى هو بينه. من بعد مشينا للمرحله الاخرانيه اللي هي المرحله ديما اللي الاخرانيه اللي ما نحبوش نثقلوا على الحريف في تغييرها لانها هي مكلفه جدا. فكي بدلنا لي شونجور هذايا لي شونجور هذايا، شنو الفينومين نتاعو؟ الفينومين نتاعو هذايا فيه معناها دو شومبر، شومبر سانيتير وشومبر شوفاج، وبيناتهم من هنا حاجه عازل. وقت اللي يتلقب الريسونجور من داخل ايش يولي؟ يولي الماء تاع سانيتير يدخل للسوفاج، والماء تاع السوفاج يدخل للسانيتير، تولي بيوت تعدي. وهكا بدلنا الريسونجور وتحصلنا على نتيجه، وتو بقينا معناها مده اللي من المفروض نبقاوها كيما عدينا من بكري، وقاعده البريسيون هي بدا نفس البريسيون. فبالتالي ديفو هذايا هو من الريسونجور. مرحبا بكم، ما تنسوش تعملوا ابوني القناة ورقم التليفون كالعادة 22 35 15. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.